الحمد لله ربي نبع علينا بمنصة مبروك بالبلاتفورم الحمد لله على خلاص لو حل على خاطر قالونا من قرارات الرئيس جمعتي بقينا شهر وشهر وجمعة ظهر لي باش هبطت المليح يبطى ميسيلش إن شاء الله احنا ديما متفائلين الحمد لله هبطت لنا المنصة ان شاء الله مبروك علينا بدينا نقيد وعندها توا نهار الجمعة معناتها براسك 5 ايام ولا 6 ايام نهار الجمعة انا ريتها نهار الاحد هكا اي نهار الجمعة بدات تهبط هبطت الصباح وبدات تخدم العشية قداش عملتوا قداش سجلوا توا 5 ايام معناتها اليوم معناها ما فوتناش الالفين توما العدد قداش الحمد لله هي المنصة هذه صحيح هبط المنصة تو برشا يسألوا شنو ما بعد المنصة ما بعد انا جينو انتم العدد نتاعكم قداش احنا ما قلت لك رانا ما نعرفوش اب بري حسب التقريب حسب لي ستاتيك اللي عملناهم وحدنا قلت لك في حدود ال 4000 أنا سجلنا تقريبا كان نقولوا حسب التقريب 50% 2000 هي كلها باش تسجل من الاول كلها باش تسجل من الاول يعني اي معناها كلها باش تسجل من الاول بعد التسجيل اش فما اخويا العزيز احنا ديجا المنصه هذه معناتها نحبوا نعرفوا بها عدد الحقيقي للدكاتره باش نعرفوا شكون يخدم وشكون ما يخدمش شكون عامل عقد وشكون مش عامل عقد شكون في الوظيفه العموميه شكون مش في الوظيفه العموميه اتسيتيرا وخاصه نحبوا نعرفوا عدد الدكاتره الحقيقيين العاطلين على العمل اللي هو راهو شيف راهو يضحك اقسم بالله والله العظيم كنقولوا 4000 دكتور قداش فيهم واحد عاطل على عمل كريمو قداش تلقى بتلقى 2000 مش تلقى 3000 3000 راهو يا سي حاتم راهو ينتدبوهم راهو في دفعه واحده ما نقولش دفعتين وثلاثه راهو قول لي علاش نحكي لك انا على خاطر الشغورات الموجوده في الجامعه التونسيه يا سي حاتم راهو انورم نعطيكم اليوم سكوب اليوم رجع يا سيدي خويا قداش فيها جامعه سوسه من ساعات عرضيه قداش قول انت 40000 ساعة عرضية بالكالعادة بال 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 بش اسمها بال 40000 ساعة عرضية على امتداد في 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 جامعة سوسة فقط نفاذ المعلومة موسم كامل اي موسم كامل 40 ساعة 40000 تعرف قداش يعادل 130 استاذ تعليم ثانوي قار ماتر اسيستون بيرمانون في سوسة بركة وقص على ذلك جميع الجامعات انا كي قلت لك يا سي حاتم راهو موضوعنا راهو ساهل ياسر 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 راه ماناش نفاد لك وراهو باهي نمشي لك حاجه اخرى احنا رانا ماناش مكبشين كان في وزاره التعليم العالي راهو معناتها راهو عندنا راهو عندنا دي ترافو دو ريشيرش راهو تمس القطاعات الكل تمس الوزارات الكل والوزارات الكل فيها هيك البحث ومخابر تكوين وكذا تنجم تصير انتجراسيون في المخابر هذيك معناتها ماناش احنا تعرف شنو ربطنا بال الجامعة اللي هي اكا البيبليوتيك فيها دي ترافو دو ريشيرش انورم يعني دكتور مش تبحث مش تبحث يجي اعطي خرجهم اكا البيبليوتيك يجي حطهم في ارض الواقع في التراخ نفع بها البلاد والعباد راهو في الجامعات راهو تعرف 60 ولا 70% تنجم تعمل معناها استقطاب للدكاترة هذوما العاطلين 60 ولا 70% خاصة الاختصاصات سهلة الادماج سهلة الادماج سهلة وقتاش هذا يا سيدي خويا كيف نحكيو على سهلة الادماج وقت اللي تنحي لي ساعات الاضافية وتنحي لي الساعات العرضيه وتنحي لي لغه الحرف الحرفيين والخبراء والالحاق ما الاخرى ماني حكيت لك انا قلت لك 2147 استاذ تعليم ثانوي يقري في الجامعات ما عندوش دكتوراه والدكاتره قاعده بطاله يندرى هذا يعقل ونحكي لك انا على 3000 دكتور بطاله سي حاتم اجي سيدي خويا نفضها نحاولوا نبسطوها لو ماكسيموم بوسيبل للشعب التونسي اللي ما يدريش احنا رانا ماناش طب رانا دكاتره راهو في جميع الاختصاصات في المات في الفيزيك في الشيمي في البيولوجي في الجيولوجي رانا جوكر نخدموا في بلايص الكل خلينا نفضوها سيدي خويا حبيبي الجامعه التونسيه وحدها راهي قادره تستقطب جميع الدكاتره وكي وبتي علة رانا ما نجموش الوزارات كلها راهي فيها مراكز بحث 111 مركز بحث فارغين قلت لك انا المره الاخرى صمت القبور ما فيهاش دو ريشيرش او عندي بروجي خلينا نفعلوه لا ما ثماش ميزانيه ها انا باش نعمل بروجي وحدي خاص يقول لك لا يعقد هالك الماكسيموم بوسيبل تبقينا فيهاش المره الاخرى قلت لك كلمه راهي اللي يفهمها راهو بحق نحي الفساد ما تنحيليش الفساد الكل نحيلي ان ديزيام نتاع الفساد وتولي تجيب في الدكاتره من برا